مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الآن في جولة جديدة نرصد لكم إغلاق المحلات وهدوء الشوارع. كما تشاهدون الآن جميع إغلاق المحلات حسب قرار رئيس الوزراء، إغلاق المحلات في 9 مساء. كما تشاهدون أيضا هدوء الشوارع وليكم الصورة حية كما تشاهدون. تشاهدون الصيدليات، أفران العيش كما تشاهدون الآن، الشوارع الجانبية كما تشاهدون. محلات البقالة هي الفاتحة والصيدليات والمطاعم. وهدوء الشوارع بعد غلق المحلات 9 مساء. جميع المحلات مغلقة ما عدا محلات البقالة، الصيدليات، كما تشاهدون الشوارع الجانبية أيضا جميع المحلات مغلقة. وهدوء تام في الشارع المصري. المخابز كما تشاهدون مفتوحة طبقا للقرار، وجميع المحلات مغلقة. الصيدليات كما تشاهدون الآن والمحلات مغلقة.
الكل يلتزم بمواعيد الإغلاق كما تشاهدون الآن. المخابز والصيدليات ومحلات الألبان والمطاعم تعمل ديليفري. الكل يلتزم بمواعيد الحظر. وإليكم الصورة كما تشاهدون، هدوء تام في الشوارع الرئيسية والجانبية. كما تشاهدون المخابز تفتح أبوابها الكل يلتزم بمواعيد إغلاق المحلات وهدوء تام الشارع المصري للالتزام بالحظر. أشكركم في المتابعة، كان معكم عزوز الدين. يوم السبت.